السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. اليوم معايا هاتف مميز من شركة أونر. هذا الجوال لمحبي الفلوقات والتصوير، وجاي بكاميرا رهيبة مع مستشعر من سوني وميزة التتبع التلقائي للأشخاص بالفيديو. اليوم معايا هاتف أونر 70، فبلاش أطول عليكم وخلينا نبدأ الفيديو مع بعض. بالبداية خلينا نشوف محتويات الصندوق. فيأتي جهاز أونر بكل تأكيد باللون الفضي الكريستالي الجميل، ويأتي أيضا بألوان أخرى صراحة كلها مميزة. كذلك كفر شفاف، دبوس درجة شريحتين، كيبل شحن USB Type-A و Type-C، وأخيرا شاحن سريع بقدرة 66 واط. خلونا الآن نتعرف على الهاتف، واللي يأتي بوزن خفيف 178 جرام تقريبا، مع زوايا مريحة بمسكة الجهاز. ومن اليمين زر التحكم برفع وخفض الصوت، بالإضافة إلى زر التشغيل والإيقاف. ومن الأسفل درجة شريحتين 5G، ولا يقبل بطاقة ذاكرة خارجية، بالإضافة إلى منفذ الشحن Type-C. أما بالنسبة للشاشة، فيأتي الجهاز بشاشة OLED منحنية بمقاس 6.67 بوصة، تدعم أكثر من مليار لون، وبدقة 2400x1080 بكسل، شاشة Full HD Plus، شاشة كاملة. استحوذ على أكثر من 90% من الواجهة الأمامية للجهاز، ومدمج فيها مستشعر بصمة الأصبع سريع الاستجابة. وأكثر ما تتميز فيه الشاشة إنها تأتي بمعدل تحديث ديناميكي 120 هرتز، يمنح أداء ممتاز مع الألعاب، بالإضافة لأنه مزود بمعالج من كوالكوم وهو سناب دراجون 778G+ بمعمارية 6 نانو. بمنتصف الشاشة بالأعلى توجد كاميرا سيلفي. الكاميرا الأمامية بالجهاز تأتي 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4، تدعم الزاوية الواسعة وتدعم نمط البورتريه وتسجيل فيديو بدقة 1080. أما من الخلف عندنا كاميرا ثلاثية بمستشعر من سوني الرئيسية بدقة 54 ميجا بكسل، و50 ميجا بكسل لعدسة الماكرو والزاوية الواسعة للغاية، و2 ميجا بكسل لعدسة العمق، وتدعم تسجيل فيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطار بالثانية، وتدعم العديد من أنماط التصوير مثل الوضع المزدوج، التسجيل بالكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت وبأكثر من نمط، ويصل الزوم ل10X رقمي مع وضع الثبات أثناء التصوير. ولكن فعليا الميزة الرهيبة اللي يتميز فيها الكاميرا المزودة في هاتف أونر 70 هي السولو كات، واللي هي التتبع التلقائي مع تصوير متعدد للأشخاص، بحيث تقدر تصور مجموعة أشخاص وبتعرف عليهم، وتعمل على تحديد تتبع واحد أو أكثر، بل تقدر تستغل هذه الميزة بفيديو كامل أو مشهد فردي. صراحة رهيبة جدا هذه الميزة. الجهاز يعمل بنظام أندرويد 12 وبواجهة أونر ماجيك UI 6.1، ويدعم خدمات جوجل بالكامل، ومزود بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام مع ميزة رام تيربو لزيادة الرام 2 جيجا، ويأتي بمساحتي تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم البلوتوث 5.2، ويدعم تقنية الـ NFC، ويأتي ببطارية بحجم 4800 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، تستطيع شحن 60% فقط في 20 دقيقة. تتميز واجهة أونر على هاتف أونر 70 بعدة مميزات، منها السحب للأعلى على تطبيقات أونر الرسمية تعطيك زي الويدجت وتستطيع تثبيتها وإضافة أكثر من واحد بنفس الوقت. كذلك الشريط الجانبي للوصول السريع لأهم التطبيقات والألعاب. كذلك المنطقة الخاصة لحفظ بياناتك بالبصمة. كذلك قفل التطبيقات بالبصمة، وأيضا إضافة مستخدم آخر أو حتى زائر. كذلك تكرار التطبيقات بدون الحاجة لأي تطبيقات خارجية. اختصار يا شباب، يعني هذا واحد من الأجهزة الرهيبة اللي أنتجتها شركة أونر لعام 2022. بالنسبة للأسعار والمساحات بترك لك كافة التفاصيل بصندوق الوصف أسفل الفيديو. أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أعطيكم ألف عافية. لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.